أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، الشهادات العليا يستأنفون احتجاجاتهم ويقولون إن الحكومة مطالبة بإنصافنا في التعيينات. في الهيئة نت، تقرير بريطاني، لندن تتستر على المئات من جرائم الحرب التي ارتكبتها قواتها في العراق. في الزمان، حملة الشهادات يغلقون شوارع بغداد واحتجاجات غاضبة تقتحم مبنى ذي قار. في عربي 21، موقع فرنسي يقول إن إسرائيل نفذت تفجير مرفأ بيروت بسلاح جديد. في العربي الجديد، ترامب يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف في انفجار مرفأ بيروت. في ألترا عراق، الموقف الوبائي في العراق، أكثر من 2700 إصابة جديدة وعشرات الضحايا. آخر العناوين من الجزيرة نت، وفيه ووتش تدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت. كانت وما زالت الأزمة السياسية العراقية الحالية في مكانها منذ 17 عاماً، مما جعل الدولة تبقى في دوامة الفشل السياسي والعجز الذي لا يسده شيء. ولذلك إن عجز النظام السياسي في العراق عن إيجاد الحلول المناسبة والمعقولة في مواجهة المشاكل والهفوات التي أوقعت نفسها وشعبها بها يلاحق جميع الطبقة السياسية باختلاف الانتماء والتوجهات، سنة وشيعة وكرد. الجميع كانوا متواطئين ومقصرين، وأصبح من الواضح جدا أن الحياة السياسية والاجتماعية في العراق تزداد سوءا مع تراكم الكم الهائل من التصدعات والمشاكل والمطبات السياسية دون حلول. مقال للكاتب شبر عبد الوهاب في موقع ألترا عراق. النظام السياسي العراقي نظام متآكل غير مترابط وقوي، ومن السهل جدا سقوطه بسبب عدم اكتراث قادة النظام به، وأن الآليات التي جاء بها هذا النظام لا تنسجم مع الديمقراطية السليمة. فمنذ كتابة الدستور العراقي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي، والذي جاء معه شخصيات لا تمت للسياسة ولا الإدارة شيئا، وفصل هذا الدستور العراقي إلى نظام حسب التقسيم الطائفي والمحاصصاتي للسلطة وإنشاء ما يسمى مجالس المحافظات ومن حساسة الامتيازات الفاحشة والأموال الهائلة التي كانوا يحلمون بها من قبل، ووضع القاتل الأول للعراقيين ما تسمى بالأحزاب السياسية الفاسدة التي نهبت وأدمت قلب العراقيين وأوقعتهم في مشاكل كثيرة، واستغلت الاقتصاد لها وحكرت التجارة والصناعة والزراعة لمصالحها ودمرت البنى التحتية حتى أصبح الفساد في العراق مثلا يضرب به في العالم. لم يكتب الشعب العراقي الدستور في عام 2005، ولم تشارك في كتابته النخب الوطنية من المفكرين والأكاديميين والأساتذة، بل كتبته أياد حزبية سياسية، والاختلاف الطائفي والمكوناتي الكثير بينهم في تقسيمه قبل أن يصوت عليه، وقد سمي في ذلك الوقت لجنة كتابة الدستور المفتقرة إلى المنطق ولا تملك أي مؤهلات رصينة في كتابة دستور لبلد هو العراق. من الملاحظ أن الانتخابات التي كانت بصيصة أمل عند العراقيين بتغيير النظام السياسي استشرى فيها الفساد إلى النخاع، وأصبح التزوير والتلاعب في صناديق الاقتراع وأصوات الناس أصبح شيئاً لا بد منه لاستمرارية النظام السياسي الفاسد الحالي، وهو ما أعلن على الملأ أكثر من مرة. ودائماً ما يواجهنا سؤال عن أهم سلبيات وعيوب النظام السياسي العراقي، وهل يا ترى سيبقى النظام السياسي على ما هو عليه اليوم أم أنه سينهار؟ يضيف الكاتب أن أؤمن أن استمرارية النظام السياسي بهذا الكم الهائل من الفساد والصعوبة في إيجاد الحلول وعدم وضع الخطط الإصلاحية المناسبة قد لا يطول مقامه ولا يطول حكمه، فشرارة الغضب ما زالت موجودة وتكبر.
ننتقل وإياكم الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة الزمان وجاء في مطلعه: نعترف من البداية بأن جامعاتنا العربية تعيش أزمة مزمنة لا تنفصل عن أزمة البيئة العربية الملوثة بفساد الأنظمة السياسية والأنساق الاجتماعية والتعليمية والتربوية، لأنها ما زالت تجتر النظام التقليدي النمطي والتلقيني في نظامها وأساليبها وطرق التدريس فيها، مما أنتج أجيالا تفتقر إلى الابتكار والذكاء المهني والمعرفي والتحليل المنطقي للمعارف، بل أصبحت هذه الأجيال المتراكمة عائقا في طريق بناء الحياة العربية الجديدة، بمعنى أن الجامعات لم تعد مختبرا لإنتاج وتفجير الذكاء، وهو الحاصل في جامعات العراق خاصة بحسب الكاتب ياسخ ضير البياتي. نتابع جزءا من مقاله: العراق نموذج حي لتدهور التعليم وبنيته المادية والعلمية وتدهور الجامعة وتقاليدها العلمية، لأن صانع القرار عندنا صار خارج تغطية الزمن. فكم من وزير أمي قاد التعليم العالي بعقلية البصقة المباركة، لأنه من صناعة المدارس الدينية المتشددة غير المعترف بها علميا، فأسس خرابا ما بعده خراب في منظومة التعليم، وأزال العلم بكل تجلياته وجماله، فأصبح العلم عند بعضهم هو القانون الأخير في اهتمامهم، وثقافة الاختلاط والملابس المحتشمة أصبحت القانون الأول، فارتبطت المؤسسات التعليمية والعلمية بالمؤسسات والأحزاب الدينية الحاكمة، وحولت إلى ملكيات خاصة للكيانات الطائفية السياسية، وإلى مكان لممارسة الطقوس على نسق ما يجري في الشوارع والمساجد والجوامع العامة. وتحولت موضوعات الدراسات العليا إلى تبشير بالأموات وساحة انتهازية لموضوعات تمجد الأحزاب وشقاوة السياسة وفاسديها، بل أصبح تعيين الملاك التدريسي لا يتم إلا بتزكية من حزب ومسجد ومنظمة مجاهدة. وتحول قانون الاجتثاث في الجامعات إلى سلطة قوية تحت أساليب متنوعة وذرائع كاذبة كالعمر أو القتل بدم بارد. فانتهى عصر الكبار وفلاسفة العلوم إلى عصر الصبيان وفلاسفة التمليك والانتهازية ودعاة الجهل. يضيف الكاتب ياس البياتي قائلا: ويمكن القول أن خروج كل الجامعات والمراكز البحثية العربية من الترتيب العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم هو أمر طبيعي ومنطقي في ظل تدني مخصصات التعليم والبحث العلمي واستمرار نزيف هجرة العقول العربية إلى الخارج وسيطرة الأجواء الطاردة للكفاءات والقدرات، مع انخفاض دخول الأساتذة وعدم تقدير صناع القرار للعلم والعلماء وغياب حريات البحث العلمي الذي هو جزء أساس من تقييد منظومة الحريات العامة في البلدان العربية. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة العرب اللندنية التي تقول طبعا إن مصطفى الكاظمي يتعرض لحملة ضغوط متصاعدة من قبل أذرع إيران في العراق تستبق زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، وتهدف إلى تحديد أجندة تلك الزيارة في مسار لا يحيد عن مصالح طهران وحلفائها العراقيين. نتابع. لم يقدم الخزعلي أي معلومات عن حجم أو نوع أو طريقة تخزين السلاح الأمريكي الموجود في المدن العراقية، على الرغم من استماتته في تصوير وجود تشابه بين مخازن سلاح الميليشيات التابعة لإيران داخل المدن العراقية، حيث تشيع الفوضى في عمليات الخزن والنقل وإعادة الاستخدام، وبين السلاح الأمريكي في المعسكرات الخاضعة لسيطرة القوات العراقية. ويقول مراقبون إن ربط الخزعلي بين سلاح الميليشيات والسلاح الأمريكي يكشف عن سطحية المقاربات التي يستند إليها أتباع إيران في العراق. وأطلق العراقيون حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي لإخراج مخازن سلاح الحشد الشعبي والميليشيات التابعة للحشد الشعبي بعيدا عن المدن، وذلك بعد انفجار مرفأ بيروت. ويتبنى أتباع إيران في العراق نظرية تقول إن واشنطن تعيق كل مشاريع تحسين الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 2003،
إذ لم تسند لشركاتها. وبالنسبة للمختصين في قطاع الطاقة فإن الخزعلية يروج لنكتة جديدة، إذ من المعروف أن نقص الكهرباء في العراق يدفعه لاستيرادها من إيران، ما يعني أن المستفيد معروف. تضيف الصحيفة أن عرقلة مشاريع الكهرباء العراقية تمت على مدى السنوات العشر الماضية بأدوات إيرانية، بينها ميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة الخزعلي ذاته، والمتهمة بابتزاز الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة واختطاف عناصرها ومساومتها لدفع رشاوى ما تسبب في هربها من البلاد. ويقول مراقبون إن الخزعلي لا يفضل وجود الشركات الأمريكية في العراق لأنها ستكون عصية على الابتزاز بحسب الصحيفة. إلى العربية الجديد، وفي مقال منشور فيها جاء في مطلعه: هنالك من عمم مصطلحا سياسيا يقول فيه إن الاستبداد احتلال داخلي والاستعمار الأجنبي احتلال خارجي. يقول الكاتب عمار ديوب في مقال له بصحيفة العربي الجديد: لا يمكن للعقل إلا أن يرفض تلك الدعوات التي تريد عودة الانتداب الفرنسي، برغم أن لبنان يحكمه نظام طغياني بشكل مميز وخاص، نظام فكك المجتمع إلى طوائف وأفقره وأذله وحشره بأسوأ أشكال التفكير، أي التفكير الطائفي. النظام اللبناني الذي وافق على دور أكبر لحزب الله في المرفأ وفي المطار وفي الحدود وفي السلاح هو ذاته الذي أعاد إنتاج زعماء الحرب ليكونوا زعماء السياسة بعد اتفاق الطائف في عام 89 و900 وألف. زعماء الحرب هم قتلة ناهبون ملحقون بالدول لديهم جيوش من التابعين، وبالتالي هل يمكن لهؤلاء أن يفكروا ببناء دولة حديثة؟ بدولة تستند إلى فكرة المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بلبنان؟ هذه استحالة كاملة. هؤلاء يطلبون الآن معونات دولية وكأنهم لم يسرقوا لبنان. المليارات موجودة في البنوك الأجنبية وهي أموال الشعب اللبناني، وإعادتها ومحاسبة أصحابها هو شرط أول للتغيير في لبنان. أيضا هذا غير ممكن من دون ثورة متجددة. الصعوبات التي تجد نفسها فيها هي بالضبط ما يدفع إلى تلك الدعوات. لم يخطئ من قال إن الطغاة يأتون بالغزاة، ولبنان يحكمه نظام طغياني بشكل مميز وخاص، نظام فكك المجتمع إلى طوائف وأفقرها وأذلها وحشرها بأسوأ أشكال التفكير، أي الطائفي. ولكن تفاقم الأوضاع أطلق ثورة في شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2019 وتعثرت، وهي تتجدد كل فترة وتكتنف تجددها ونجاحها عقبات كثيرة. جاء في مقال الكاتب أيضا إن لبنان الآن يمر بحالة كارثية وليس بيروت فحسب، والمساعدات لن تتدفق إلا بحدود دنيا، ومن أجل مساعدة المتضررين ما أكثر من ذلك فهناك قرارات دولية تمنع ذلك. إذن لن تتغير أحوال النظام الذي تسبب بالانفجار، والثورة التي بدأت تطالب بنصب المشانق لن تتوانى عن التجدد في الأيام المقبلة، وحتى المرفأ لن يتم إصلاحه إلا بشروط تخرجه عن سيطرة الدولة وحزب الله، وقد يبقى على حاله، وترسو بيروت في إفقار مستمر ومشكلات ليس لها نهاية. الآن إلى هذا المقال المشهور في شبكة فولتر، واتهم موقع فولتر الفرنسي فيه اتهم الاحتلال الإسرائيلي بالتورط بتفجير مرفأ بيروت قبل أيام وتسبب بكارثة للبنان. وقال رئيس تحرير الموقع كيري ميسان في مقال له إن الأمر الذي أعطاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تدمير مستودع أسلحة تابع لحزب الله في بيروت باستخدام سلاح جديد تسبب بمأساة أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 5000 بجروح وتدمير العديد من المباني. من الصعب على نتنياهو هذه المرة أن ينكر مسؤوليته عن الانفجار الذي هز بيروت، ف
فالموقع الذي انفجر في الرابع من أغسطس آب الجاري في بيروت والموقع نفسه الذي حدده نتنياهو على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 من أيلول سبتمبر عام 2018 على أنه مستودع أسلحة تابع لحزب الله. وذكر الكاتب أن نتنياهو أذن بتوجيه ضربة ضد مستودع أسلحة تابع لحزب الله باستخدام سلاح جديد كان قد اختبر منذ 7 أشهر في سوريا، لكن ما زال غير مؤكد ما إن كان رئيس حزب كولفان بيني غانتس قد وافق على هذا الأمر. وقال إن الخبراء لم يتمكنوا بعد من معرفة السلاح المستخدم في التفجير، باستثناء أنه وقع بالفعل اختباره في سوريا بشهر كانون الثاني يناير عام 2020، وأنه صاروخ مزود برأس حربي يحتوي على عنصر نووي تكتيكي، ولدى انفجاره غيمة بيضاء تشبه الفطرة، لكنها ليست قنبلة ذرية بالمعنى الاستراتيجي. وأورد الكاتب أن إسرائيل قامت على الفور بتفعيل أذرعها في وسائل الإعلام الدولية للتستر على جريمتها وإضفاء المصداقية على فكرة الانفجار العرضي لمخزون الأسمدة، ومثل ما جرت العادة كررت آلة الإعلام الدولي هذه الكذبة في العديد من المناسبات في ظل غياب التحقيقات. وقال الكاتب إن سوريا وإيران لم تبلغا عن استهداف مواقع تابعة لقواتها بهذا السلاح، ويبدو أن الأحزاب اللبنانية ستنسج على نفس المنوال واختارت عدم الكشف عن تفاصيل الفاجعة حتى لا تحبط معنويات شعبها. لهذا السبب لم يفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، وإنما لتحديد المسؤولين عن تخزين هذه المواد في المرفأ التي يفترض أنها كانت السبب في الانفجار. لكن سرعان ما انقلبت هذه الكذبة على الأحزاب السياسية التي روجت لها. مقالنا الأخير من صحيفة الجارديان، وحذر المعلق فيها واسمه سايمون تسيدل من تمزيق لعبة القوة الدولية للشرق الأوسط. وقال في تقرير له إن الانفجار الذي دمر مركزا ببيروت هو مجاز صعب عن المخاطر التي تواجه دول الشرق الأوسط. بعد 10 أعوام تقريبا على الربيع العربي محيت أحلام الإصلاح في عاصفة من العنف والثورة المضادة، وفي وقت تقترب فيه المنطقة من نقطة الغليان أو باتت نقطة التحول قريبة. قال إن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الخميس للبنان والدعم الدولي يقترحان أن العالم بات يهتم من جديد، وربما كان هذا سيقدم زخما واسعا للتغيير الأساسي الذي يطالب به كثيرون في لبنان والمنطقة بشكل عام. لبنان الذي أنشئ عام 43 و900 ألف بعد نهاية الانتداب الفرنسي كان يواجه أزمة وجودية منذ ولادته، فهو دولة فاشلة ولم يكن قادرا على الدفاع وتموين أو توظيف شعبه ولا حماية حدوده أو دفع ديونه، وهو بحاجة لكل هذه المميزات. ويرى أن الإهمال الذي أدى إلى كارثة الثلاثاء هو نتاج طبيعي لأنظمة الحكم التي جردت من معناها بسبب الفصائلية والطائفية والفساد وغياب المحاسبة الديمقراطية. على الرغم من كل هذه العلل، فإن آفة التدخل الأجنبي هي الأكثر خبثاً، ولبنان كان الضحية الكبرى. في تقرير سايمون سيدل تضيف الجارديان أيضاً إن نفس الصورة واضحة في العراق الذي يكافح فيه رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، هز الإرث المزدوج للغزو العسكري الأمريكي ولعبة التدخل الإقليمية الإيرانية بحسب ما أوردت الصحيفة في تقريرها. ودعا الكاظمي إلى انتخابات مبكرة في رد على المحتجين الذين طالبوا مثل اللبنانيين بتفكيك شامل للنظام السياسي. وفاقم الوضع الاقتصادي في العراق بالإضافة إلى التنافس السني الشيعي والجماعات الموالية لإيران والفساد تراجع أسعار النفط وفشل الدولة في الاستثمار بالوظائف والبنى التحتية، وكلها عوامل بحسب الجارديان تغذي عدم الاستقرار وكذا تتيح المجال لتدخل الدول الأجنبية. تمكن فريق بحثي دولي مشترك من اكتشاف أدوات حجرية
مسننة عمرها حوالي 8000 سنة، استخدمت كرؤوس أسهم ورماح في منطقتين واقعتين جنوبية جزيرة العرب، وهما منطقة الدهاريز في محافظة صلالة العمانية ومنطقة المنايزة بمحافظة حضرموت اليمنية. وجاءت النتائج التي نشرت في دورية بلوس وان التي تقول إن هذا الكشف يعد فريداً من نوعه، لأنه يشير إلى أن البشر رغم أنهم تطوروا ثقافياً بشكل منفصل فإنهم توصلوا إلى نفس الأدوات. فهذه النوعية من الأدوات المسننة ظهرت لأول مرة في قارة أمريكا الشمالية قبل 12,000 إلى 13,000 سنة. وعلى مدى فترة طويلة من الزمن اعتقد الباحثون أنها تقليد نشأ فقط في هذا المكان. وبحسب الدراسة الجديدة فإن إيجاد أدوات شبيهة صنعت بنفس الطريقة تقريبا في مكان آخر وفي زمن مختلف يعني أنه لم يكن هناك اتصال بين الثقافتين الناشئتين في جزيرة العرب وأمريكا الشمالية، مما يعني بالتبعية أن البشر كانوا متقاربين ثقافيا حتى وإن كانوا في ذلك الوقت من دون اتصال. نتابع الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، دمتم بخير وإلى اللقاء.